أصبحنا وأصبح الملك لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صباحية جديدة مع طائر جميل ولذيذ جدا يا عزيزي. وريكم طريقة الجهاز والأصوات هذه اللي تحط ويلعب على الطويلات به. بس لا يجيك واحد يقول ترى يعرف، وناس ما يعرفون، نعطيهم خلفية يا عزيزي. هذا الصوت صوت جهاز، نفس صوت الطيور اللي حنا نصيد تقريبا، يصوت للطيور اللي مثلن للي مثل أصواتهن. حشو لحطي الجهاز ذا يعني تعال ها يعني الشلة هنا بهالأث ليه أمنتوا بالله هم اللي يجين يدخلون بهالشبه كلوا هالربع يأكلون دجاج منها مجمد يا طويل العمر، يخلون هالطويلات يسرحن في أرض الله. يا حول الداخل الهالشبك مفقود والطالع مولود. يا حول حتى مع كل محل مترصدي الطور يضربه بالعرض ما له مفر. يا حول يا حول وش جابك من هالديرة؟ ما ادريتهن بو هالشهبان يصدون عن سن فكيت كنا اعتقدك خايفين يشوفونه. هذا يعظ ها الحين نبي نطلقكم بس نبي نصور معك لنا كم صور ونبي نفكك ما عليكم صدقوني. طبعا الصيد يا جماعة الخير مو كل يوم يتهيالنا، فالأيام اللي بصيد أشبه ما تكون عندنا بأيام شهر العسل. يا الله أن شكوالك. فإذا كشان شهر البصل مع الطويرات طبيعي أنك تبي تخلي بصلات وتاكل الطيرات. بندق أدري بعد الانتهاء من عملية الشبك يجي دور المطبخ يا حبي له. هلا أبو سلطان. أهلين عمو. وش اللي عندك؟ ولك تقبر قبلي بدك مشاوي ولا كباب؟ لا مشاوي. من عيوني. ولك هذا يا حبيبي بيسمونه عصفور التين. هذا عم ندحاو بالطاحونة هذه ندحاو دحي وعم نفرمه ونسويه منه كباب يا عيوني. يا عيوني. حط. وبتطلع حبيبي كيف صار. ولك هذا اللي لما بيوصل عمرك الخمسين وما بتقدر تطلع الطعوز بتاكل منه صدقني. ولك في ناس طحنا لهم عجلنا لهم من هذا وطلبوا منه كميات كثيرة صدقوني. اشي بنعمله فرام واشي طبخ واشي شوي واشكر الله. وبنعمل له تكشينة عم نبرم فيه برا. اطلع اطلع كيف بعد ما نطبخه لمدة 10 دقائق بنشيله نغمته هون. افتح لشوف افتح ارفع لفوق. الله عليك يا مطبخ ابو فادي. مطبخ ابو فادي شوف 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 كيف عم ينزل الزيت. على فكرة يا الربع ترى تصلح للزولة اللي مثلي عجزيلي تقهوى.